منك كنت بتذاكري كام ساعة في اليوم؟ انا كنت برجع من دروسي تعبانة بقى مش قادرة دروس، كنت بنام مثلا ساعتين، اصحى الساعة 8 7، اصحى بقى اذاكر من 7 8 لغاية الفجر، وساعات بقى بيبقى في ساعة في النص اريح شوية اقعد شوية، بس أقصى حاجة ساعة يعني، يا يعني ساعة مش قاعدة اليوم كده لا لا النهاردة مريحة، مفيش لا، الكلام في ده. مثلا كان في بصراحة ايام كنت بريح جامد، كنت ببقى مثلا في حصل موضوع، في حصل حاجة مضايقاني، كنت مش عندي بقى، مش قادرة أصلا أقوم أمسك كتاب موضوع زي وأذاكر. ايه كده؟ عشان انا برضو حاسة ان انت قصتك فيها حاجات كتير يعني، او حياتك عموما فيها ضغوطات كتير. معلش انا عارفة انه ممكن يبقى ده سؤال صعب شوية، او انت فرحة دلوقتي، لكن برضو عايزة اعرف ايه اللي كان صعب. يعني مساء الله حضرتك، كان يوم مثلا جالنا ورقة بقضية الطرد، اليوم ده أنا كنت نازلة الدرس، بالتحديد كنت نازله عند مس نوره، كنت ساعتها منهاره يعني، هي قعدت اتكلمت معايا قالت لي ان شاء الله خير وهتعدي وانتي قدها قد المسؤوليه. رجعت البيت انا محبطه يعني، انا مش قادره اكمل، مش قادره، وقلت لهم كتير اليوم ده انا مش قادره اكمل، قعدت اليوم ده فعلا ما كنتش بعمل حاجه، وساعات بقى ما كنت بتعب كنت بقى فقد الشغف تماما من اي حاجه، مفيش مذاكره، مش قادره اقوم اذاكر، مش ع... ما عندكيش الدافع، لا مش قادرة. بس ماما كانت على طول تقول ايه، لا قومي هتقدري، طب شويه اقعدي شويه وقومي، كنت اقعد شويه اقوم مثلا في اليوم بقى لما ببقى مش قادره اذاكر ساعتين بس، بس برضو تذاكري حتى لو مش قادرة تذاكري. لو حتى هعمل الواجب حتى يعني، بس اي حاجه بعملها للمذاكره. طب في وسط الظروف الصعبة دي، ايه الحاجة اللي كانت بتخليكي تقولي لا انا هقوم، لا انا هذاكر، لا انا هحط على جنب كل الحاجات اللي مضايقاني وموتراني وضغط عليا وهكمل؟ ممكن الحاجة الوحيدة جملة اتقالت لماما مرة، انتي مش هتعرفي تعلمي ولا هتعرفي تربي، دي جملة اتقالت لها، ويعني بصراحة هي كانت ضايقت في اليوم ده، وهي جملة صعبة فانتي يعني، قلتي انا هثبت ان انا الجملة دي هثبت ان غلط، الجملة دي غلط، يعني ماما في الاخر هي هي الدافع ماما هي بتاعك. الدافع الوحيد اللي ليا بجد، وانا بشكرها كتير جدا عشان هي كانت اب وام، كانت اخت، هي كانت عيلة عبارة عن عيلة، كانت صاحبة يعني، انا كنت بزعل كنت اروح اقول لها ماما حصل كذا كذا، مش علاقة أم وبنتها روتينية قوي، لأ هي كانت ما انا حاساكوا صحوبية صحاب يعني، انا حاسه ان انا قدام 2 صحاب. مش ليها أم وبنتها وخلاص بقى وزعيق، لأ هي ماما واخدين هي صاحبتها أختها، ماما مش عندها اخوات بنات وانا مش عندي اخوات بنات، فاحنا واخدين بعض ان احنا فلقيتوا اخوات. بعض اخوات، تقولي لها ايه بقى الكلام الحلو ده؟ بقول لها انا بحبك قوي وانا عارفه ان انت قدها وهتكمل، منا قويه جدا، منا مرت بحاجات كتير قاسيه، بس الحمد لله ان هي قدرت تعدي الصعب ده كله، وإن شاء الله هتكمل بإذن الله إن شاء الله.